دي كانت لقاءات الاهلي والاتحاد السكندري اللي زي ما قلنا لحضراتكم انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثيه على ملاعب الناشئين بمدينه نصر. نروح دلوقتي بقى لمنتخب الاسبوع، كل اللعيبه اللي تالقت داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي خلال الاسبوع اللي فات، وكمان سلوكيا قبل فنيا. منتخب الاسبوع معانا في حراسه المرمى مصطفى شوبير مواليد 99، ما شاء الله يعني مصطفى شوبير هو من مواليد 2000 مش مواليد 99، مواليد 2000 وبيلعب مع 99 وما شاء الله متالق. شارك مع النهارده مع النادي الاهلي اللي فاز على الاتحاد السكندري، وكمان شارك في فوز في مع النادي الاهلي الفريق اللي كسب نادي الزمالك في 100 عقبه 3-0. خط الظهر من اليمين زياد اسامه مواليد 2004، عادل زينهم 99 صاحب الهدف الثاني في مباراه الزمالك، واسلام عبد الله 2003 ومازن اسامه 2003. مصطفى ابو الخير مواليد 2004 ومحمد نصير مواليد 99، ميدو اسامه مواليد 2004، ميدو نبيل 2003 صاحب الهاتريك اللي احنا النهارده استعرضنا اهدافه ما شاء الله كان معانا نجم الاسبوع، ومحمد فخري صاحب الهدف الثالث في لقاء الاهلي والزمالك اللي انتهى فوز الاهلي بثلاثيه على ملعب الزمالك في 100 عقبه، وعلي ايمن مواليد 2004. ما شاء الله التشكيله ضمه مواليد 99 و2003 و2004. نتمنى ان شاء الله التوفيق بقى ل 2001 خلال الفتره الجايه عشان نبدا نشوف عناصر ولاعيبه من 2001 تبدا تدخل في منتخب الاسبوع. دايما في برنامج الاشبال